السلام عليكم، أنا دكتور فهيم شلتوت. هنكلمكم على الفيزيكال هازاردز ان فود، اللي هي المخاطر الفيزيائية في الغذاء. الفيزيكال هازاردز دهيت اللي هي المخاطر الفيزيائية بتشمل اورجانيك اور ان اورجانيك سبستانسز، دي بتكون فورين اوبجكتس او فورين ماترز، دي بتكون مواد غريبة او اجسام غريبة، ودي بتشمل البروكن جلاسز اللي هي الإزاز المكسر. ده الإزاز المكسر ده ممكن يكون موجود في الغذاء، طبعا ده بطريق الخطأ، إن في ممكن يحصل إن في أثناء الجمع بتاع المحاصيل في الحصاد الآلي فممكن يكون موجود. وممكن برضو البروكن جلاسز دهيت في حالة لمبات الإنارة، أما اللمبة ممكن تفرقع فممكن الإزاز بتاعها يقع، في خاصة لو في مصنع أغذية وكده فبيقع في الأكل. عشان كده دايما بنقول إن كشافات لمض الإنارة يجب إن في يكون في كشاف يغطي اللمض، بحيث اللمبة لو فرقعت الكشاف ده الإزاز ده الإزاز بتاع اللمبة ما يوصلش للإيه للأكل، الكشاف ده بإيه بيجمعه. ممكن يكون ضمن الفيزيكال هازارد البلاستيك، إن يكون في قطع بلاستيك أو كده ممكن بتتواجد في الأكل، ودي زي ما قلنا في ممكن بتحصل في الحصاد الآلي للمحاصيل، فلو في وخاصة أما يكون مفيش إيه فرز، فالمفروض إن إحنا أثناء الحصاد أو أثناء التصنيع بتاع الأغذية بنتجنب أي حاجة غريبة إنها توصل للغذاء. ممكن برضو ضمن الميتال، ضمن الفيزيكال هازاردز الميتال بيسز اللي هي القطع المعدنية، ممكن زي المسامير، زي أسلاك معدنية، زي صواميل، أما مثلا يكونوا بيعملوا صيانة للمكن بتاع المصنع فممكن صواميل أو مسامير دي تسيب وتروح مع الأكل، فإحنا بنمنعها إزاي؟ واجب إن إحنا بنحط زي مغناطيس كده بحيث إن هو أي حاجة معدنية ممكن إيه يمسك. ضمن الفيزيكال هازاردز برضو الوود بيسز اللي هي القطع الخشبية، دي برضو بتبقى موجودة في الغذاء عن طريق الخطأ، ودي ممكن بتحصل في أثناء الحصاد الآلي. فإحنا لو المفروض الأغذية بنفحصها بالعين، وفي كمان ممكن لو عملنا عملية غربلة للأكل ده وخاصة الحبوب وكده، فأي حاجة غريبة زي القطع الخشبية دي ممكن نشيلها. ضمن الفيزيكال هازاردز برضو الستونز اللي هو الزلط، الزلط ده ممكن يكون موجود في الغذاء، وده بيحصل برضو أثناء الحصاد الآلي، أو ممكن يكون ده وصل للغذاء عن طريق الخطأ. وخاصة الستونز وديت ممكن لو جت والشخص بياكل يعني جات تحت اسنانه فممكن تكسر، وخاصة لو سيدات ولو جات تحت القواطع اللي قدام فدي بتعمل مشكلة كبيرة، فواجب ان احنا نفحص الأغذية جيدا اثناء الحصاد واثناء التصنيع بحيث ان احنا نتجنب الحاجات الفيزيكال هازاردز دي. عندنا برضو سادس حاجة في الفيزيكال هازاردز البيرسونال ارتكلز اللي هي المتعلقات الشخصية بالعمال زي أقلام الرصاص وأقلام جاف وكل متعلقاتهم، فديت ممكن بتوصل للغذاء عن طريق الخطأ، فواجب إن احنا نتأكد كل واحد يتأكد من متعلقاته ونحافظ دايما إن الغذاء يكون خالي من أي فيزيكال هازارد. وفي عندنا أمثلة هيت للفيزيكال هازاردز وإزاي بنمنعها. بنمنع الفيزيكال هازاردز ديت عن طريق الكلينينج،
اللي هو التنظيف، وفي دايما في برامج بتتأكد إن من عملية الكلينينج وإفكتيف تريس أند ريكول بروسيجرز، وبيكون عندنا في ديتكشن سيستم بحيث العملية نتأكد إن الغذاء بتاعنا يكون خالي من الفيزيكال هازارد. دي مشكلة كبيرة، لو مثلا حد اشترى أكل ولقى فيه أي فيزيكال هازارد فطبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة وبتعمل سمعة سيئة للشركة. عندنا برضو في حالة الجلاس بنعمل عملية فحص جيدة للأغذية، وبنمنع الجلاس إن هو يوصل للغذاء، وزي ما قلنا المصابيح بنبقى مغطينها بالكشاف بحيث إن المصباح لو انفجر الإزاز بتاعه الكشاف يمنعه إنه يوصل للغذاء. الخشب يبقى في عندنا تولز وطرق بحيث إنها تمنع الخشب إن هو يوصل للغذاء، وزي ما قلنا في عملية الغربلة واللي هو المنخل، يعني لو حطينا فيه أي أغذية وخاصة الحبوب أثناء الحصاد فدي بتقدر تمنع أو بنقدر نشوف أي خشب في الغذاء. الميتالز ويجب إن إحنا عملية الصيانة بتاعة الأدوات بتاعة الماكينات يجب أن تتم بعناية، ونوصل ونمنع وصول المسامير و أي شيء متعلق إن هو يوصل، اللي هو المسامير والصواميل يعني إنها توصل للغذاء. يجب أن تتم عملية الصيانة ويكون في سيستم وتكون أندر كنترول ويكون في إكويبمنت ديزاين وبريفنتيف ومينتيننس. عندنا البلاستيك دي برضو يجب إن احنا نمنعها، لو عملية الفحص بالعين المجردة، وعملية لو عملنا عملية غربلة وكده فدي تمنع وصول البلاستيك للغذاء. فالمخاطر الفيزيائية دي بتبقى خطر جدا، ودي ممكن بتعمل مشاكل للمستهلك، مشاكل كبيرة جدا. وشكرا.